مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم، وجولة صحفية جديدة نتناول فيها بالقراءة والتحليل أهم العناوين والأخبار الصادرة اليوم في العدد الجديد لجريدة الوفد بصحبة الأستاذ كاظم فاضل مدير تحرير الجريدة. أهلا بحضرتك معنا أستاذ كاظم. أهلا بك يا فندم. الحقيقة يعني عدد متنوع ومليء بالموضوعات اللي بتهم المواطن وتمسه بشكل مباشر، فلدينا تقرير حول السلع التموينية وأيضا تقرير آخر حول أزمة الدولار، بالإضافة بالطبع إلى يعني تحقيق موسع حول مشكلة نقص المياه المتوقعة، وهذا هو الملف الذي نبدأ به جولتنا اليوم. فمن الصفحة الخامسة نقرأ هذا العنوان: العطش يهدد مصر في 2050، تصريحات الرئيس عن المياه تؤكد حجم الكارثة. أستاذ كاظم، من خلال هذا التحقيق الموسع، يعني ما هي روشتة الخبراء لمواجهة نقص المياه المحتمل؟ طبعا الخبراء بيقولوا ان حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، احنا بنحتاج دلوقتي 70 مليار متر مكعب، طبعا مع اكتمال سد النهضة ومع تحقيق زي ما قال في 50-50 زيادة الكثافة السكانية هنحتاج إلى 150 مليار متر مكعب. دي هي حجم المشكلة. الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بتوفير مياه نظيفة، ولكن على الخبراء أكدوا أن مع تحمل الدولة لمهمتها على المواطنين ترشيد الاستهلاك، احنا بنتكلم في التحقيق عن مفاجأة كبيرة بتقول ان احنا الفاقد في المياه عندنا 50%، يعني احنا لو كنا بنستهلك 75 مليار متر مكعب فالفاقد 35 مليار متر مكعب. ده نتيجة عادات خاطئة زي رش الشوارع، زي غسيل السيارات. التحقيق بيطالب بسن القوانين لمنع هذه العادات الخاطئة، وكمان ان المصريين او مصر عموما بتستهلك معدل الاستهلاك عندها 3 أضعاف استهلاك العالم من المياه، يعني المواطن المصري بيستهلك اكتر من المواطن الخارج مصر ب3 أضعاف بسبب برضو نفس العادات. التحقيق برضو طالب ان تكلفة المياه الدولة بتحمل عبء كبير في التحلية وفي فلترة المياه كلها، فبتطالب ان المحدود الدخل اللي بيقل عن 10 كيلو متر مكعب من المياه يبقى ده من محدود الدخل، اللي بيستهلك اكتر من 20 يبقى ده متوسط، اللي فوق ال 30 هو اللي يتحمل التكلفة كاملة ويبقى يترفع عنه الدعم بتاع الدولة. الموضوع برمته بيطالب برضو ان عدم توصيل المياه الشرب النظيفة الى المصانع، التوسع في المحاصيل غير التي لا تستهلك مياه كثيرة، لأن أنماط الزراعة الحديثة اللي احنا بنتكلم فيها محتاج المواطن المصري والحكومة المصرية عموما، ان احنا داخلين على أزمة كبيرة جدا بسبب حاجتين: سد النهضة وده تأثيرها بقى على المدى الطويل، ولكن الكثافة السكانية بتزيد، بناء مدن جديدة بتزيد، ده محتاجين ان احنا نرشد الاستهلاك للفترة القادمة. تمام. إذن يعني مواجهة نقص محتمل في المياه سوف يحتاج لتكاتف كل من الدولة والمواطنين معا، أكيد ده حقيقة فندم. إلى الصفحة الثانية وهذا العنوان: نواب الوفد يشيدون بخطاب الرئيس أمام البرلمان، الهيئة البرلمانية للحزب ندعم الحكومة في المشروعات التنموية. أستاذ كاظم، يعني ما الذي استوقف نواب الوفد تحديدا في خطاب الرئيس؟ هو النواب الوفد يعني في الموضوع المنشور بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلمة التاريخية اللي قالها قدام برلمان مجلس النواب، هم يعني كلهم أشادوا بهذه الكلمة أنها كلمة شاملة، وأكدت على أن نقل الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة التشريعية إلى مجلس النواب، وكانت قبل وبذلك تكتمل خريطة الطريق كانت ابتدت بانتخابات رئيس الدولة ثم أو وضع الدستور ثم انتخاب رئيس الدولة ثم المجلس اكتمال مجلس النواب. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دور مجلس النواب في اعداد مشاريع لقوانين لمصر الحديثة. الرئيس النواب طبعا اشادوا كمان من ان الرئيس كان له خبرة كبيرة ودور كبير في السياسة المصر الخارجية. بعض النواب برر للرئيس، لان كان في بعض الاعتراضات ان هو لما يتحدث عن سد النهضة برر بعض النواب ان سد النهضة الكلام فيه كلام هيبقى مهم وده بيتعلق بالامن القومي المصري ولا يمكن ان يخوض فيه، مثلما كان ونتحدث عن الرئيس المعزول
مرسي بينما تحدث قدام الإعلام عن سد النهضة وكانت ليه بردود أفعال سلبية على على الجانب الأسيوي. ما زلنا بنعاني منها. وما زلنا نعاني منها. فهو الرئيس وضع في الكلمات التاريخية عن مصر الحديثة بمشروعات بافتتاح قناة السويس بشبكة طرق كبيرة بأمال كبيرة للمصريين أن مصر سوف تتغير خلال الفترة القادمة للأفضل إن شاء الله. طيب يعني كيف سيعمل نواب الوفد في البرلمان لتحقيق يعني أهم ما جاء به خطاب الرئيس وتوصيات الرئيس في خطاب؟ احنا في حزب الوفد وفي نواب الوفد عادة وراهم هيئة عليا، وراهم مكتب تنفيذي، وراهم حكومة ظل بتعد القوانين، بنحاول تكون متوافقة مع طموحات الشعب المصري ومساندة للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومواجهة الأزمات المتتالية. وبالتالي أعضاء حزب الوفد هم من نسيج الشعب المصري، ولكن تسقلهم خلافة للأحزاب الأخرى أو للمستقلين، يسقلهم ويمدهم بالمعلومات والقوانين حزب زي حزب الوفد، حزب كبير وعريق وممتد في الحياة السياسية المصرية منذ سنوات طويلة. أكيد. إلى الصفحة الأولى ونطالع هذا التقرير حول أزمة الدولار ونقرأ هذا العنوان: تصاعد أزمة المستوردين، والدولار يسجل 886 قرشا، تراجع المعروض من الزيوت والألبان ونقص في الأدوية المستوردة. أستاذ كاظم، من خلال هذا التقرير أيضا يعني أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن معالجتها؟ هو نقص الدولار احنا بنعاني منه لنا فترة يعني ليست قصيرة، وهو متزايد. النهاردة في شركات الصرافة وصل زي ما قال الخبر 8.86 جنيه، وحتى الخبر ما قالش في السوق السوداء وصل ايه، لانه ممكن يكون ازيد من كده، وده عمل مشكله في الاستيراد، ان الحكومه بتستورد بتعمل عطاءات كل فتره ب 38 مليون دولار، وده لا يكفي للسلع. في ازمه من الغرف التجاريه بتقول ان احنا مش عارفين نستورد السرع الغذائيه، وده فيه هيبقى في العلبان وفي الزيوت فيها مشكله. ضيف لدوت كمان ان نقابه الصيادله والعاملين في الدواء بيقولوا برضو ان في شح في الادويه اللي هي محتاجها المواطنين، زي الادويه الرئيسيه في علاج الجلطه وعلاج التيتانوس، وده برضو خلى بعض المستوردين يلجأوا للسوق السوداء لتوفير اعتماداتهم، ده رفع السعر للمستهلك. والخبر برضو بيتكلم عن ان حتى شركه جنرال موتورز رجعت تاني بعد ما توقفت بسبب نقص السيوله في الدولار وعدم توفير اعتمادات ماليه، فتوقفت اسبوعين لكن رجعت تاني، ان هي بتقول ان احنا لنا 30 سنه موجودين في السوق المصري ومش هنخرج منه. برمته الخبر بيتكلم عن ان الاسعار الدولار في تزايد في الفتره القادمه، وده بي 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 في مواجهه بتبقى بين البنوك وبين المستوردين. ده ملوش علاقه الاسعار السلع الغذائيه بالاسعار بالسلع اللي هي الجمارك، اللي هي كانت احنا قلنا عليها رفع اسعار الجمارك على السلع الترفيهيه، لا ده مست الاسعار للسلع الغذائيه اللي هي مطلوبه، وكمان اللي هي الادويه، وده اعتقد ان الدوله محتاجه او تضخ اكثر اموال اكثر من الدولارات لتوفير هذه السلع الرئيسيه للمواطنين. طيب يعني هل يمكن أن يكون هناك دور للقطاع الخاص أو رجال الأعمال في مواجهة هذه الأزمة، خاصة عندما تتعلق بمسألة نقص أدوية، ويعني هذا يتعلق بصحة المواطنين بالطبع؟ هو رجال الأعمال محتاجين دولار عشان يستوردوا، فبيروح البنك المركزي، البنك المركزي بيوضع ضوابط مشددة بعض الشيء للاستيراد، لدرجة إن احنا شفنا إن في بعض المستوردين لهم حاجات وسلع موجوده في الجمارك ومش قادرين يجيبوا يستوردوا بالدولار يجيبوه، ودي عملت شح في السوق في بعض الالبان وبعض السلع الرئيسيه زي الزيوت، وده اللي هيبقى فيه مشكله ثانيه على منظومه الخبز بعد كده. تمام، ما زلنا نتحدث عن نفس الموضوع، وهذا التقرير ربما يعني تابع للتقرير السابق حول أزمة المواد التموينية، ونقرأ هذا العنوان: 80% عجز في أرز التموين و70% في الزيت، أمين الصندوق: نقابة البقالين تتعاقد على سلع رديئة بأسعار أعلى 20%. أستاذ كاظم، يعني كيف يكشف هذا التقرير أزمة السلع التموينية الآن؟ وده مرتبط بالخبر الأولاني، إن احنا عندنا بنستورد اكتر من
من اغلبيه اللي احتياجاتنا من الزيوت، مش عاوز اقول 80% من الخارج. فده تاثر ان احنا دلوقتي الناس بتعاني ان ما فيش زيوت في بطاقات التموين، ولا حتى في نقاط فرق نقاط الخبز في الزيوت. والمواطن المصري عاده في التموين بتاعه ونقاط الخبز كان بيدور على ثلاث سلع رئيسيه، هي الارز والسكر والزيت. فدلوقتي مثلا انا بتكلم مش في القاهره بس، ده في المحافظات. احنا بعض المحافظات بقت معاناه شديده جدا في الزيوت، مفيش شهور المواطن بياخد. يعني احد المواطنين في سوهاج كلمني في التليفون بيقول لي ان احنا بناخد 10 افراد بناخد عليهم ازازه زيت او ازازتين في الشهر، مع اني محتاجين اكتر. منظومه الخبز برضو في الخبر دوت يعني هي اللي خلت المواطن يقتصد من استهلاكه للخبز عشان ياخد فارق نقاط الخبز. فانا خايف ان في الفتره القادمه بسبب النقص السلع التموينيه دي الرئيسيه يبقى ده ياثر على منظومه الخبز اللي هي نجحت في ان هي توفر القضاء على طوابير الانتظار وتوفير رغيف خبز، ان المواطن بيختار بان يختار من بقال او يختار من المخبز اللي هو عاوزه. فبدات الناس تحسن خدماتها وتعامل المواطن ان ده حقه. كان قبل كده المواطن يروح الفرن العيش مثلا ياخد عيش رديق وفي تسرب للدقيق المدعم. النهارده حضرتك المواطن دلوقتي بيروح بعد ازمه عدم توفر ارز التموين وعدم توفر الزيت بيضطر انه يلجا لحاجات اللي هي مش اساسيه بس مجرد انه ياخد حقه، زي انواع جبن معينه او التونه اللي هو الخبر بيقول ان هو تم استرد ابدا انواع التونه. دي مطالب المواطنين ان احنا يتدخل الوزير خالد حنفي في ضخ الكميات الناقصه من الارز ومن الزيت تحديدا لان السكر متوفر، وان يبقى المواطنين احتياجاتهم الرئيسيه بدل ما يعني ما نوصل لمرحله ان احنا منظومه الخبز تتاثر بالسلب. تمام. طب يعني من خلال هذا التقرير ايضا ما هي خطه وزاره التموين لمواجهه هذه الازمه في نقص السلع؟ الازمه مرتبطه بالخبر الاولاني ان هي برضو ازمه، يعني الزيوت موجوده في العالم لكن المشكله في توفر الاعتمادات الماليه من الدولار لاستيرادها. فهو الوزاره من ايام قليله قالت انها المشكله دي كلها تنتهي خلال اسابيع. نتمنى دي وزاره التموين اللي قالت كده انها تنتهي وانه يكون الزيت متوفر خلال الفتره القادمه. والارز اصلا احنا محتاجين، يعني عندنا ما عندناش مشكله كبيره قوي فيه لان الدوله ممكن يعني لان عندنا احنا بنصدر الارز. تمام. فهي المشكله في الزيوت ودي هي المشكله الغالبه، وبعد كده الاعتمادات الماليه للبقالين توفر للمخابز. يعني المنظومه كلها هي اعتمادات ماليه. وزاره التموين بتقول خلال الفتره القادمه سوف تنتهي هذه المشكله. نتمنى بالطبع ان يحدث ذلك سريعا. الى الصفحه الثالثه وهذا التقرير حول لقاء محافظ الإسكندرية مع وفد البرلمان، ونقرأ هذا العنوان: محافظ الإسكندرية، القوانين سبب الفساد والحل في تطبيق اللامركزية. أستاذ كاظم، يعني هذه هي بداية جولات أعضاء مجلس النواب للمحافظات والتعرف على مشاكل المحافظات عن قرب وعلى أرض الواقع، فيعني من خلال هذا التحقيق يعني أهم المعلومات الواردة فيه وأيضا التصريحات على لسان المحافظ. هو المهندس محمد عبد الظاهر محافظ اسكندريه كان يعني صريح جدا مع وفد البرلمان اللي جه يتابع مشاكل المنطقه الصناعيه في برج العرب بالاسكندريه. قال لهم ان المشكله كلها مش في الفساد في المحلات ولكن في القوانين. القوانين احنا يعني المركزيه، وبيحمل هو ان المركزيه اللامركزيه اللي هتدي المحافظ ان يبقى رئيس جمهوريه واللي احنا كنا بنطالب فيه لم يتم تفعيله. والمحافظ حتى التصريح بتاعه المحافظ في مصر بتاع زباله فاشل، هو مش بيقول ان احنا في المحافظات احنا مهمتنا بس جمع القمامه وتنظيف الشوارع، ودي كمان احنا فشلنا فيها بسبب نقص الميزانيه. فده كان العنوان الصادم اللي كان موجود، وهو بيحلل ان احنا مش عارفين بسبب ضعف الميزانيه، وانه بيطالب ان الدوله ان تعتمد اللامركزيه في اجراء تحت السلطه للمحافظين في حل المشكله. وبيقول ان اندونيسيا كانت عندها فساد اكبر في المحليات ولكن عندما اعتمدت اللامركزيه وقوانين منظمه لذلك حربت الازمه دي بصوره كبيره وتقدمت اندونيسيا. هو بيتكلم برضو عن ان قانون الخدمه المدنيه ليه بعض الملاحظات، ومنها ان هو قصر التعيين على جهاز تنظيم الاداره،
وان مطلوب ليه تعديلات، بيطالب المحافظ لاعضاء مجلس النواب ان قانون الشباك الواحد في قانون الاستثمار، هو بينتقد قانون الاستثمار ان ده يصلح للمواطن للمستهلك للمستثمر الاجنبي ولا يصلح للمستثمر المحلي. ودي برضه انا مختلف معاه فيها. طب ليه التفرقه بين المواطن المصري وبين المواطن الاجنبي في الاستثمار؟ ما دام هيسر للمواطن المصري للاجنبي، انا بالتبعيه هيسر لابن بلدي اللي هيستثمر. فيمكن بعض الاعضاء مجلس النواب طالبوا بحل المشاكل بان يبقى في تكتل برلماني من نواب الاسكندريه لحل مشاكل المواطنين والتواصل مع المحافظ، لكن المحافظ يبدو انه كان بيشعر بمراره من انه بيقول مش ما فيش فساد في المحلات، لكن هو فيه قصور في التشريعات اللي هي بتقنن الفساد. ربما يعني محافظة الإسكندرية تحديدا ظهرت فيها أزمة أول فصل الشتاء من يعني معاناة السيول وحتى سقوط ضحايا وربما تهدم منازل أيضا، فهل تم يعني التطرق لهذه النقطة؟ هو بيتكلم عن السيول والمرافق الصحية زي الصرف الصحي وزي اللي هي غرقت في أمطار غزيرة، ده نتيجة إن هي في مباني مخالفة وصلت إن استثماراتها حوالي 3 مليار جنيه. هل المواطن هيهدموا العقارات ولا هنقننها؟ هي دي الاشكاليه، ان بدات الطاقه الاستيعابيه لمنظومه الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء لا تستوعب هذه الاعداد الكبيره من المباني المخالفه. ودي عملت ازمه كبيره جدا، ان احنا كنا بنشوف شوارع في اسكندريه، الشارع 3 متر فيه عماره 12 13 دور. الشارع اللي 3 متر دوت كان فيه الاول فيه كله فيه حوالي 700 800 اسره. فمن ما يستهلكوا مياه الشرب او الصرف الصحي ده المنظومه كانت معموله ليهم هم. وفوجئنا ان مثلا في الشوارع دي وصل العماره فيها 400 اسره لوحدها او يعني 100 اسره او 70 اسره، فبقى الشارع الواحد فيه الاف، ومع ذلك كانت لسه برضه شبكه الصرف الصحي ومياه الشرب غير قادره لاستيعاب هذه الاعداد الغفيره من السكان. إذن هي مشكلة بالطبع كبيرة تحتاج إلى دراسة. ما زلنا في الصفحة الثالثة ونقرأ هذا العنوان: الملة في مؤتمر صحفي 8 مليارات جنيه انخفاض في فاتورة دعم البترول. أستاذ كاظم يعني المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر. هو طبعا ده الخبر المفرح في الموضوع ان هو ان فاتورة دعم البترول انخفض بسبب الأسعار العالمية للبترول اللي انخفاضها كامل من 63 مليار إلى 55، فوفرنا 8 مليار. الوزير المولى بيقول ان احنا شركات البترول الاجنبيه ليها 3 مليار دولار واحنا يعني ملتزمين بسدادها، وبيتكلم عن ان احنا حتى شركات التنقيب احنا بنتوسع فيها، وان شركه بي جي او شركه اني الايطاليه اللي هي اكتشفت الحقل الغاز الكبير في الشرق في البحر المتوسط شغالين. وهو بيقول كمان ان احنا خلال الفتره القادمه لان قطاع البترول قطاع واعد هنطرح بعض الشركات البترول في البورصه، وده مش هيبقى بيعها لكن طرح جزء منها في البورصه لضخ اموال للتنقيب والاستثمار الجديد. وبيقول ان احنا هنعمل مؤتمر عالمي كبير في 2017 على البترول. الخبر هنا بيتكلم كمان عن الفاتوره اللي هي مع انخفاض، وده خفف شويه على ميزانيه الدوله. احنا شفنا ميزانيه الدوله يعني كيف يشعر المواطن بهذا يعني الخبر وهذا التوفيق؟ هو المواطن حتى زي لحظه الاسعار، ودي خلاف في الارقام بنتكلم فيه، ان البترول كان ب 140 دولار برميل بترول، كان المواطن غلت الاسعار عليه في بنزين ومشتقات البترول. دلوقتي البرميل البترول 30 دولار، ومع ذلك الاسعار برضو المبلغ يعني في الدعم توفيره مبلغ زهيد، مع ان انا بعتقد ان كان من حقنا نوفر تلتين المبلغ دوت. يعني اللي حصل في انخفاض اسعار البترول هي فلسفه ان هي الاول كان المنتج هو اللي بيكسب والمستهلك بيدفع الثمن. اللي حصل ان قلنا الميزان ان المنتج بيكسب قليل بس المستهلك بدا يستفيد. ده اللي حصل في العالم كله، ان المستهلك بقى بيتوفر له اسعار بترول رخيصه. تمام. ما زلنا في الصفحة الثالثة وهذا التحقيق ونقرأ: بعد قرار الحكومة وقف توصيل التيار للعشوائيات والمباني المخالفة مصادر في الكهرباء، القرار يهدد مئات الملايين من يهدر مئات الملايين من الجنيهات على الوزارة. أستاذ كاظم يعني المزيد من التوضيح حول هذا القرار.
هو مجلس الوزراء في قرر عدم التوصيل للمباني المخالفه للتوصيل للكهرباء، وهو كان في الفتره السابقه كان وسع عمل توصيل المرافق وخصوصا الكهرباء، لان دي لازمه في الكهرباء، بس للمباني المخالفه على مرحلتين، المبنى العماره اللي هي فيها توصيل فواصله رئيسيه هنوصل لهم للشقق، والمرحله الثانيه اللي هي توصيل للمباني اللي هي ما فيهاش تيار كهربائي خالص. وعمل دوت عمل عدادات كوديه، اعداد كوديه لا تثبت ملكيه، يعني انا كمواطن معايا شقه فراح اتقدم الكهرباء هدفع مبلغ معين هيكون اغلى كمان من المبنى اللي هو المقنن او اللي حصل على رخصه، فيوصل لي عداد برقم وليس باثبات ملكيه، ما اقدرش اغير بطاقتي او استخدمه كسند ملكيه، اللي زي ما احنا عارفين ان فاتوره الكهرباء كانت سند ملكيه في اي حاجه. صحيح. فده حصل بقى المواطن رقم، الشقه رقم، ده منع حاجتين، منع سرقة التيار اللي كان بيحصل، وان الدولة بقت بينها وبين المواطن منعته، حصلت دخلت خزينة للدولة كبيرة جدا بسبب ان هي منعت سرقة التيار. ولكن مع الـ مع الـ مع اللي حصل الفترة الأخيرة مع الانفلات الأمني اللي كان من كام سنة، بدأت العمارات تزيد جدا، بدأت المباني يتم زي، فده برضو ضغط على شبكة الكهرباء اللي احنا شفنا بعد كده ان احنا صرفنا مليارات عليها عشان ما نوصلش لانقطاع التيار اللي كان بيحصل خلال السنوات الماضية وخصوصا في الصيف. فالوزارة بتطالب دلوقتي ان هي يبقى ليه وضع ما بين محافظة على شبكة الكهرباء وكمان عدم يعني الجور وظلم المواطنين، بتطالب في وقتها ان يبقى في برضه ضوابط، فهي بتقول ان احنا هنتكلف تاني بمليارات بسبب ان احنا هنخلي المواطن تاني يرجع تاني اللي هو مش اللي ركب خلاص، اللي ركب اعداد كوديه او ركب اعداد خلاص، لكن المباني الجديده تاني هتضطر لسرقه التيار، فده برضه هيكلف الميزانيه الدوله. لكن يبدو ان مجلس الوزراء خد القرار قرار واضح ان هو وقف العدادات الكوديه. لا اعتقد ان ده برضو مش هيطول، لان مجلس النواب خلاص بدا جلساته، واعتقد ان قانون التصالح مع المباني المخالفه يجب ان يرى النور، وان يبقى في تقنين حتى للاوضاع العدادات القديمه اللي هي العدادات الكوديه القديمه، ان انا مواطن مثلا انا ركبت عداد طبعا ادفع غرامه للدوله، اعتقد ان الدوله ممكن تجني، ممكن على احد الخبراء قال ان ممكن توصل ان التصالح مع بعض المباني المخالفه اللي هي العاديه وليست الاراضي التي استولت عليها المواطن، اراضي الدوله، لا المباني المخالفه في المناطق العشوائيه والمناطق العاديه، التصالح ده ممكن يوصل لدخل لخزينه الدوله حوالي 200 مليار. فاعتقد ان ده توقف معين لحين اصدار هذا القانون، توقف مؤقت لحين اصدار هذا القانون والتصالح. واعتقد ان القانون المخالفات التي صدر خلال الفتره الماضيه الذي رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لا يساوي ما بين كان يساوي بين المناطق الشعبيه والمناطق الراقيه في حجم الغرامات التي تدفعها للتصالح. اعتقد ان القانون القادم اذا حل هذه المشكله وتوقفنا عند ان التجريم وممكن يصل الحال الى مصادره المبنى المخالف او وضع غرامات اكبر من المباني، اعتقد ان احنا ممكن نوصل لمرحله ان احنا نتوقف. لكن المشكله في المباني التي بنيت وفي سكان سكنوا فيها ومحرومين من المرافق. تمام. إذن بهذا الملف نصل إلى ختام جولتنا اليوم في العدد الجديد لجريدة الوفد. شكرا لضيف هذه الحلقة أستاذ كاظم فاضل مدير تحرير الجريدة. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة ولقاء يتجدد.